وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت دكتور خالد العزي، أستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بك معنا دكتور خالد. دكتور خالد، بعد كل ما حدث، كل التصريحات، كل الأحداث، هل الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل تريد السلام؟ صباح الخير لإلك ولقناة القاهرة ولمشاهدينكم والفريق العامل. بالطبع الولايات المتحدة تريد السلام الذي يثبت وجودها، وهي تعمل إعادة تموضع على أن هذه المنطقة هي منطقة نفوذ أمريكية. الذي يحدث الآن في غزة ولبنان ودور إيران وإسرائيل هو نوع من إعادة الصراع الجيوسياسي في المنطقة، وكيف سيتم رسم طبيعة هذه المنطقة التي تحدث فيها اليوم هذه الإشكالات. وبالتالي من يتطلع إلى دبلوماسية إيران الداعية دوما إلى دبلوماسية الولايات المتحدة الداعية إلى السلام، وخطابها الذي لا يريد توسيع الحرب، لكن بنفس الوقت هي يعني توافق على ما يجري في المنطقة، لأن الولايات المتحدة تريد يعني بعد حرب 67 ل73 كان هناك اتفاق كامب ديفيد. هذا الاتفاق كان مع دولة يعني أثبت نوع من الهدنة التصالحية التي وفرت استقرار كامل في هذا الجيب، ومن ثم كانت هناك اتفاقية وادي عربة مع الأردن. لكن بعد 2000 إلى 2023 كان هناك زعزعة ووجود كيانات ودويلات في داخل المنطقة كانت الولايات المتحدة تعتمدها وكانت تعتبرها نموذج من خلال تحالف الأقليات وزعزعة الدول والكيانات يعني للدول العربية الكبرى. لكن بعد ما حدث في فضاء غزة اليوم أصبح من المستحيل التوافق على المشروع الإيراني الذي بات يهدد بالدرجة الأولى طبيعة النفوذ الأمريكي ومحاولة لزعزعة الاستقرار في هذه المنطقة التي تعتبرها أمريكا منطقة تجارية ولا تسمح لا للصين ولا لروسيا ولا لأحد تقاسم هذا النفوذ. وإذا نظرنا إلى الخارطة يعني الجغرافية لهذه المنطقة نرى كيف تم إعادة نشر القوات الأمريكية التي لا تحصن فقط دولة إسرائيل كما يدعون، نعم، وإنما تضع اليد الكبرى على مقدرات وأماكن التحرك في هذه المنطقة. ونحن نرى سأقف تحديدا عند هذه النقطة عذرا للمقاطعة، الوقت داهمنا. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من بيروت دكتور خالد العزي، أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا.